السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. معناه إيه الكلام دوت؟ صلاة الأوابين معناها الأواب، معناه التواب أو الراجع إلى الله عز وجل. يقال تاب وآب وأناب، كل ده بمعنى رجع إلى الله عز وجل. معنى كلمة الأواب هي نفس معنى كلمة التواب. التواب يعني الذي يكثر التوبة إلى الله عز وجل، صيغة مبالغة من التوبة، اللي هو الإنسان اللي دائم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. صلاة الأوابين، خلي بال حضرتك إن الصلاة أصلا، الصلاة من خصائصها أنها تمحو الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. طبعا إخواني الكرام، مش هنسى أن أنا أذكركم أنكم تعملوا إعجاب بالفيديو، لأن ده بيساعد على نشر هذا الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة إذا ما كنتوش مشتركين في القناة، لأن ده بيكون في دعم لقناتنا، وشكرا لكم. يعني حضرتك لو رحت صليت صلاة الظهر وبعد كده رحت صليت صلاة العصر، أي ذنب أنت عملته في الفترة ديت لما تروح تصلي صلاة العصر، على طول الذنب ده الله عز وجل يغفره لك على طول، بس بشرط ان ما يكونش من الكبائر، لان الكبائر دي محتاجة توبة مخصوص، انك تتوب الى الله عز وجل توبة خصوصي بسبب هذا الذنب حتى يغفر لك. ولكن اي ذنب اخر من الصغائر، كل ما تصلي صلاة، الصلاة اللي بعديها تمحو ما وقع منك بين هاتين الصلاتين. ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى على الناس، أنه سهل لهم طريق التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. يبقى كل ما حضرتك تصلي صلاة وبعدين تروح تصلي صلاة تاني بعديها، كل الذنوب اللي بين الصلاتين دول بتمحى. يبقى معنى كده أن العبد اللي بيداوم على الصلاة وبيصلي كتير 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 وبيحب الصلاة ودايما قلبه متعلق بالصلاة، ده معناها أنه هو دايما ذنوبه عمالة تمحى أول بأول. يعني كل ما يصلي صلاة، الصلاة تمحو الذنوب اللي قبلها، فيبقى هو كده باستمرار عمال يعمل إيه؟ عمال ينظف نفسه، عمال يغسل الذنوب التي يقع فيها أول بأول. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام هنا وصف اللي هم بيحبوا الصلاة وبيدوموا على الصلاة بأنهم إيه؟ بأنهم أوابين، يعني كثيروا الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب جميل، يبقى صلاة الأوابين اللي هم التوابين كثيروا التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. حين ترمض الفصال، يعني إيه ترمض ويعني إيه الفصال؟ كلمة ترمض هذه من الرمض أو الرمضاء. الرمض هو إيه؟ إن تشتد حرارة الشمس على الرمال فتقوم الرملة تسخن من حرارة الشمس. أنت عارف أيام الصيف اللي هي الجامدة تلاقي حرارة الشمس بيكون قوية جدا جدا، تبقى الرملة في غاية السخونة، فهو ده كده وقت الايه؟ الرمضاء. ما سمعتش قبل كده عن المشركين في قريش كانوا بيعذبوا الصحابة رضي الله عنهم في رمضاء مكة؟ رمضاء مكة اللي هي ايه؟ اللي هي الصحراء، يعني الرملة اللي هي شديدة السخونة دي، كده اسمها الرمضاء. طيب ايه هي الفصال؟ الفصال اللي هي الجمال الصغيرة اللي لسه مفطومة، جمل لسه صغير لسه يدوب مفطوم، عشان كده سموه الفصال لأنه فصل عن أمه، يعني بعد بقى خلاص اتفطم وبعدوه عن أمه، يبقى اسمه الفصال علشان كده. طيب الجمال بقى اللي هي الفصال ديت بيكون لسه جمال صغيرة والخف بتاعها بيكون لسه ضعيف، فما تستحملش الجمال ديت الحرارة الكبيرة بتاعة الشمس. يجي بقى في وقت الحر الجامد قوي ده، لما الرملة تسخن جدا من حرارة الشمس، الجمل الصغير ده ما يقدرش يفضل واقف، لأن الخف بتاعه يتلسع من حرارة الرملة، فيعمل إيه؟ يبرك، يعني يقعد بقى علشان إيه؟ الخف بتاعه مش مستحمل الحرارة الجامدة قوي بتاعة الرملة دي. فلما الجمل الصغير ده يعمل كده يقولون إيه؟ يقولون رمضت الفصال. رمضت يعني إيه؟ يعني من شدة حرارة الرملة الجمال مش قادرة، الصغيرة دي مش قادرة تقف على إيديها ورجليها على الخفاف بتاعتها، فتقوم تقعد تبرك على الأرض، فيقولون إيه؟ رمضت الفصال. يبقى معنى كده إن وقت ما ترمض الفصال اللي هو وقت اشتداد الحر جدا، اللي هو بيبقى قبل الظهر بشوية لحد قبل العصر، الوقت اللي هو فيه اشتداد الحر جدا جدا جدا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول صلاة الأوابين، هنا يقصد صلاة الضحى، صلاة الضحى، يقصد أن صلاة الضحى
يعني أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال، يعني في وقت اشتداد الحر. الحديث ده رواه الإمام مسلم في صحيحه، ولي قصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى مسجد قباء بعد شروق الشمس، يعني كان لسه بعد الشروق مباشرة. فلما وصل مسجد قباء وجد مجموعة من المسلمين عمالين بيصلوا صلاة الضحى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يعني مش هو الوقت ده أحسن وقت المفروض تصلوا فيه الضحى، لا، كان المفروض أن أنتوا تستنوا شوية، يعني قبل الظهر بشوية، اللي هو من الساعة 10 مثلا، يعني ما تصليش الضحى بعد الشروق على طول الصبح الساعة 6 أو الساعة 7، لا، تستنى لحد الساعة 10 مثلا ولا حاجة. هو ده أفضل وقت لصلاة الضحى. وروى الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أنه رأى بعض المسلمين يصلون الضحى، يصلون الضحى بعد الشروق يعني، فقال رضي الله تعالى عنه: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. يبقى هو ده معنى الإيه؟ معنى صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، اللي هو صلاة الضحى، ومعنى ترمض الفصال اللي هو وقت إيه؟ اشتداد الحر. يبقى احنا استفدنا ايه من الحديث دوت، وتعلمنا ايه من الحديث ده؟ تعلمنا ان صلاة الضحى وقتها فعلا ممتد من بعد الشروق بشوية، يعني بعد الشروق كده يجي بنص ساعة، لحد قبل صلاة الظهر يجي بنص ساعة، هو ده الوقت الممتد لصلاة الشروق. ولكن افضل وقت لصلاة الشروق مش الصبح بدري بعد الشروق بشوية، لا، ان انت تأخرها خالص لحد قبل الظهر مثلا بساعة او بساعتين، الوقت اللي هو من الساعة 10 لحد قبل الظهر كده يجي بنص ساعة، الوقت ده هو أفضل وقت لصلاة الضحى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.